أكد حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي أن المكسب لأي فريق في العالم مع بداية الموسم شيء مهم جدا معنويا وفنيا، خاصة إذا كان الفوز على فريق قوي مثل وادي دجلة في مباراة ليست سهلة. أي مدرب وأي فريق في العالم مع بداية موسم بيتمنى التوفيق، ربنا إن هو يكسب في أول ماتشاته لأنها مهمة جدا معنويا وفنيا وكل حاجة. فالحمد لله، وزائد إن أنت كنت تلعب مع فريق طبعا بقول له دجله هارد لاك وميدو بالفريق كل الناس مركزه معاك كويس قوي، ان احنا ان هو بيأدوا بشكل قوي وكل واحد المدرب بيطلع التكتيك واللي بيشتغل بيه، فطبعا المباراه مش سهل وده اللي احنا شفناه لحد اخر لحظه في نديه. وانا بشكر لعيبتي جدا على يعني ان هم ما ادوش انطباع ان في تغييرات او في دخول لعيبه وخروج لعيبه، ان هم يكونوا اي حد يلعب، وده اللي انا بشكرهم عليه وادائهم، ان احنا بنلعب بشكل ومنظومه واحده.